السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة عبير عامر. يا ريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل خبر جديد أول ما بينزل على طول أنا بقوله فأنتوا تسمعوه بإذن الله. فما تنسوش تحطوا لايك وتحطوا سبسكرايب، تعملوا سبسكرايب وتعملوا تفعيل الجرس على كلمة الكل. تحطم طائرة هليكوبتر في تكساس الأمريكية ومسرع قائدها وراكب. الخبر بيقول لقى شخصان مصرعهم أمس الجمعة عندما تعرضت مروحية لانهيار في الجو بالقرب من دالاس وسقطت على الأرض في حادث تحطم طائرة، وتحطمت المروحية في ساحة خالية بقطاع تجاري ومزدحم في تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل الطيار وشخص آخر على متنها فيما لم يصب أحد في المنطقة. ونظرا لأن المروحية المنكوبة سقطت في منطقة مزدحمة خلال فترة الذروة في ساعة الغداء، كان هناك العديد من الشهود، ويظهر دوار ذيل الطائرة وهو يهبط على الأرض بشكل منفصل عن الجسم وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية. وقالت الشرطة إن الضحيتين كانوا بالغين ولا تربطهما صلة قرابة، لكن لم يتم الإعلان عن هويتهم في انتظار إخطار عائلتهم. وكانت المروحية مملوكة لشركة سكاي هليكوبتر وكانت في رحلة تدريب عندما سقطت. تقدم الشركة الخاصة جولات طائرات الهليكوبتر في دالاس والتدريب على الطيران، وتتعاقد أيضا مع العديد من محطات التلفزيون المحلية لتوفير تغطية إخبارية جوية. وهبط جسم المروحية التي تحطمت يوم الجمعة في حقل فارغ محاط بالعديد من الشركات، بينما هبط الجزء الخلفي في محل تخزين قريب.